نبدأ مع بعض المحاضرة الثالثة، هنتكلم عن الفصل الرابع النظام الاقتصادي الرأسمالي. في 3 عناصر عايز أعرفهم في النظام الاقتصادي الرأسمالي. العنصر الأول مفهوم ونشأة النظام الرأسمالي، العنصر الثاني خصائص النظام الرأسمالي، العنصر الثالث انتقادات النظام الرأسمالي. نبدأ العنصر الأول مفهوم ونشأة النظام الرأسمالي. أول حاجة مفهوم وأهداف النظام الاقتصادي الرأسمالي. يعني إيه نظام اقتصادي رأسمالي؟ هو نظام بيكون فيه الأفراد بإن هم يجمعوا عوامل إنتاج المملوكة ليهم ويأجروها بشكل مشروع صناعي ويستخدموا الآلات بهدف تراكم الثروة والحصول على رأس المال. النظام الاقتصادي الرأسمالي بيهدف لإيه؟ بيهدف لتنمية الثروة وزيادة تراكم رأس المال. ثانيا العوامل التي ساهمت في نشأة النظام الرأسمالي. أول حاجة تراكم رأس المال. يعني إيه تراكم رأس المال؟ يعني تجميع رؤوس الأموال في إيد عدد من الأفراد أو طبقة من الطبقات. تاني حاجة اختراعات الفنية والعلمية، فكان في تحول جذري في الفنون الناجمة عن إحلال الآلات محل الجهد البشري والحيواني خلال عملية الإنتاج، وبكده تغير فنون الإنتاج عشان تسمح بالإنتاج النمطي الكبير. ثلاثة التحرر السياسي والديني، أدى التحرر السياسي والديني تغير نظرة المجتمع نحو الإنتاج والعمل والتجارة، فقاموا بإعادة توزيع الأراضي والثروات، وده أدى إلى القضاء على نظام الإقطاع وتحقيق العدالة في توزيع الملكية، وكده زاد الدخل القومي وارتفع مستويات المعيشة الحقيقية. العنصر التالي اللي هتكلم عنه خصائص النظام الرأسمالي. إيه أهم الخصائص الأساسية للنظام الرأسمالي؟ أول حاجة الملكية الخاصة، يعني الملكية الفردية. تاني حاجة الحرية الاقتصادية للمشروع أو حرية المشروع. رقم 3 حافز الربح. رقم 4 المنافسة. 5 جهاز الثمن. هاخد الخصائص بتاعت النظام الرأسمالي وأبدأ أتكلم عنها كل عنصر لوحده. أول حاجة الخصائص الأولى الملكية الخاصة أو الملكية الفردية. تعتبر الملكية الخاصة لجميع وسائل الإنتاج ده أهم مظهر من مظاهر النظام الرأسمالي. الملكية الفردية هنا بتهدف لإيه؟ بتهدف إن هو يمكن الفرد من الأموال اللي هو بيكسبها عشان يحقق إشباع احتياجاته بحرية استخدامها والتصرف فيها ويستفيد منها إزاي أو ينفقها. يبقى في الملكية الخاصة اللي بيمتلك وسائل الإنتاج أو عناصر الإنتاج هم الأفراد. إيه الهدف من كده؟ إن هو يشبع احتياجاته بحرية. الخاصية الثانية حرية اقتصادية وحرية المشروع. تتمثل الحرية الاقتصادية في ايه؟ في حرية العامل بان هو يختار العمل في النشاط اللي بيرغب فيه. ممكن هو يختار ان يشتغل في الزراعة او الصناعة او الخدمات. الخاصية الثالثة حافز الربح. تحقيق حافز الربح اهم اسس من اساس الاقتصاد الرأسمالي. هو ده الدافع لقيام النشاط الاقتصادي، والهدف الاساسي من الانتاج في ظل النظام الرأسمالي هو الحصول على ربح. يبقى انا اول حاجه كده لسه قايلها دلوقتي الخاصيه الاولى الملكيه الخاصه او الملكيه الفرديه افراد هم بيمتلكوا عناصر الانتاج. الخاصيه الثانيه الحريه الاقتصاديه وحريه المشروع الفرد بيشتغل في النشاط اللي هو عايز يشتغل فيه. الخاصيه الثالثه حافز الربح، وهو ده اساس او الاساس اهم اساس قام عليه الاقتصاد الرأسمالي. رقم 4 العنصر الرابع في عناصر خصائص النظام الرأسمالي المنافسة، وهي بتحقق في وجود عدد كبير من المشترين والبائعين في السوق اللي بيكونوا مستقلين تماما. بتؤدي المنافسة لزيادة الكفاءة نتيجة حرص المنظم ان هو يطور السلع عشان يضمن البقاء وان هو يضمن يكون ناجح في السوق. رقم 5 جهاز التمن. النظام الرأسمالي بيعتمد بشكل اساسي على حاجة بتسمى آلية جهاز التمن. بتحدد التمن في النظام الرأسمالي بقوى العرض والطلب، فقوى العرض بتمثل عندي رغبات البائعين، أما رغبات المستهلكين فتتحدد بما يسمى قوى الطلب. بتتلاقى قوى العرض والطلب وبيحدد الثمن بالسوق، ومن هنا جه تسمية الاقتصاد الرأسمالي باقتصاد السوق أو اقتصاد العرض والطلب. تالت حاجة معايا انتقادات النظام الرأسمالي. كان في جوانب سلبية في النظام الرأسمالي. فأول حاجة عندي هنا إن الملكية الفردية في النظام الرأسمالي كانت وسيلة للسيطرة والتسلط وانعدام تكافؤ الفرص بين الأفراد. رقم 2 المنافسة بقى نظام وسيلة أنا أخرج بيها صغار المنتجين لمجال الإنتاج وأفرض السيطرة الاحتكارية على السوق. 3
أصبحت الحرية الاقتصادية في النظام الرأسمالي حرية وهمية عشان في تفاوت كبير في الثروات اللي يمتلكها الأفراد.